دبابة M60A1 الأمريكية. كان الجيش اليمني يمتلك 50 دبابة منها على الأقل عام 2011. تحديث أردني لمدرعة راتيل الجنوب أفريقية بتزويدها بمدفع رشاش أوكراني عيار 23 ملم T54AM1. استورد الجيش اليمني 97 دبابة من التشيك عام 2000. T80BV استورد الجيش اليمني 97 دبابة من روسيا وبيلاروسيا. T62 امتلك الجيش اليمني 150 دبابة من هذا النوع. شاحنة M35 الأمريكية مسلحة بمدفع رشاش M167 عيار 20 ملم. الناقلة الأمريكية M113. حصل الجيش اليمني على 139 منها، سلح بعضها برشاشات دوشكا. مدمرة الدبابات SU-100 والتي استعملها الجيش السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، ثم استوردتها الجيوش العربية في الخمسينات والستينات والسبعينات، فوجدت طريقها إلى اليمن حيث استعملت في عام 2018. T-34-85 دبابة سوفيتية أخرى من حقبة الحرب العالمية الثانية. الجرار السوفيتي ATS-59 حيث تم تصفيحه وتزويده بمدفع D-30 عيار 122 ملم. مدرعة PTR-152 السوفيتية مزودة ببرج المدرعة PTR-60 المسلح برشاش 14.5. صاروخ سكود بي السوفيتي T-55AM2 T-72S عجلة أوشكوش MATV الأمريكية مسلحة بمدفع 23 السوفيتي، قدمتها الإمارات دعم للقوات التابعة لها. عجلة MATV مزودة ببرج BTR-80 وهي دعم إماراتي. من طائرات الجيش اليمني MiG-29B